مستقبلنا بإيدينا، مشروع أقامته مؤسسة أحلى البلاد تحت رعاية محمود عشماوي محافظ الأليوبية، واللي بيعقد في عدد من المدارس بمناطق الخصوص. والله بالنسبة للوزارة طبعا لا تقول جدا في هذا الموضوع، لأن احنا دول ولادنا الجيل الناشئ زي ما انت شايف النهاردة كده. احنا عاملين مبادرة مع مؤسسة أحلى البلاد عشان نقول لأولادنا أن العنف مرفوض تماما، وإحنا بنجابه أي عنف للأولاد سواء مع مدرسين أو مع بعض الإدارات التعليمية، وإن شاء الله يعني الموضوع ده رقم واحد قدامنا في الوزارة. بصراحة الحملة بتقوم بدور إيجابي جدا جدا في تجميع الأطفال، وهي من خلال الدكتورة إكرام بتقوم بتوجيه الطلاب والتلاميذ هنا لأهمية إن هو التلميذ يحافظ على نفسه ويبتعد عن الناس اللي ممكن يتحرشوا بيه في أي مكان عام. وكمان الاجتماع اللي هي عملته مع أولياء الأمور كان اجتماع مثمر جدا جدا، لأن لقى التجاوب غير عادي من أولياء الأمور، حابين إن هم يعرفوا إزاي كمان طفلهم اتعرض لتحرش من غير ما الطفل كمان يعترف ولا يقول هو حد تحرش به ازاي. المؤسسة بتهدف إلى حماية الأطفال من العنف وتوعيتهم عن طريق التربية السليمة وتعديل السلوكيات السلبية. مبادرة جميلة هتحبب الأولاد في المدارس، عملت لهم حافز، جددت دماغهم، جددت نشاطهم، فبالتالي دي فايدة للأولاد وللتعليم والمنظومة كاملة. كويسة وبتعلمهم يعني إن هم ما يبقوش عنفين مع بعض ويتعاملوا مع بعض كويس، بلاش عنف، وحاجة كويسة. النهاردة أحسن يوم في حياتي، تعلمت إن أنا أحترم أبويا وأمي وأحب المدرسة الجميلة. تعلمت إن إحنا ما نعملش حاجة وحشة وما نرميش حاجة في مصر. أنا استفدت إن أنا أعرف أربي ابني كويس وأعلمه إزاي، واللي أنا مش هعامله تاني بعنف ولا هضربه أبدا. إن إحنا اتعلمنا نعامل العيال كويس إزاي، الأولاد كويس إزاي. فهمتنا وعرفتنا إزاي نعامل الأطفال وإزاي نربيهم، وأهم حاجة إن إحنا ما فيش ضرب، ما فيش إهانة للطفل. وتعتبر مؤسسة أحلى البلاد واحدة من المؤسسات اللي بتسعى إلى القضاء على ظاهرة العنف في المجتمع.